more. وفي موضوع على صلة بالأزمة في سوريا والتدخل العسكري الروسي، بحث رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف مع أعضاء حكومته سبل تحقيق توازن في الميزانية وخفض الإنفاق وتحديد أولويات الحكومة ضمن برنامج مكافحة الأزمة الناجمة عن تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية على موسكو. إلى ذلك يرى فريق من الخبراء أن تورط موسكو في عملية برية في سوريا لابد وأن يزيد من تفاقم أزمتها الاقتصادية. تصريحات رئيس الحكومة الروسية ميدفيديف التي حذر فيها من عدم توافر التمويل لتنفيذ خطة مكافحة الأزمة الناتجة عن تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية اعتبرها المراقبون إنذارا بعد فشل الحكومة في خصخصة شركة روس نفط وبيع حوالي 15% من حصتها في رأس مال بنك في تي بي. الحكومة الروسية التي تشكل عائدات الطاقة أكثر من نصف إيراداتها بدأت تعد خطة جديدة لتنشيط القطاع الصناعي والزراعي بهدف إيقاف انهيار الروبل وارتفاع الأسعار. الخطة الحكومية تصبح واقعية عندما توجد مصادر لتمويلها. اللجوء إلى ضخ الروبلات سيزيد التضخم والأزمة. أما بالنسبة لخصخصة روس نفط وغيرها فلم توفر هذا التمويل كون شروط الخصخصة صعبة للغاية. فشل الحكومة في خصخصة شركة روسنفت دفعها للتفكير في إصدار سندات ب3 مليارات دولار، ويستبعد الخبراء أن توفر التمويل المطلوب، ليس فقط بسبب تراجع عائدات سندات دولية كانت قد أصدرتها منذ 3 أعوام، وإنما أيضا نتيجة العقوبات التي ستعيق تداول هذه السندات. يصعب القول إن العمليات العسكرية في سوريا تشكل عبئا على الاقتصاد الروسي، ولكن إذا قامت روسيا بعمليات برية فلا شك أن هذا سيؤثر سلبا على الاقتصاد. ويستبعد الخبراء أن تؤدي عمليات روسيا العسكرية في سوريا لدعم الروبل في سلة العملات أو لارتفاع أسعار النفط ما يمكن أن يساعد الاقتصاد الروسي على الخروج من أزمته، حيث أعلنت مديرة البنك المركزي ضرورة تجديد السياسات النقدية نظرا إلى أن أسعار النفط قد تبقى منخفضة لفترة طويلة. رغم تأكيدات الكريملين أن نفقات العمليات العسكرية الروسية في سوريا جزء من ميزانية وزارة الدفاع الروسية السنوية لتدريب القوات العسكرية، لكن محللين روس يعتقدون أنها خطوة نحو عسكرة الاقتصاد الروسي في ظل أزمات كبيرة تهدد بتدهور مستوى معيشة المواطنين الروس. مازن عباس، العربية، موسكو. إلى العراق حيث